السلام عليكم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا شيخ عامل ايه؟ الحمد لله انا طيب. سمعت يا شيخ، لو انا كان عليا درس يعني وصلاة العشاء فاتتني الجماعة، فأحسن وقت أصلي فيه أنت؟ فاتتك الجماعة في صلاة العشاء؟ نعم. صليها فورا انقضائها، انقضاء الناس منها. يعني مش الأفضل أن أنا أخرها؟ لا، نخشى عليك أن تنام. صليها مع أي واحد موجود في المسجد، جماعة ثانية له وأولى لك. لا، لو أنا خلاص بعد اللي فاتتني الجماعة، بعد الجماعة بكتير أصلا ببقى في درس. مش فاهم تقول لي. يعني المسجد بيتقفل، ببقى في البيت يعني. صلي في البيت، هتعمل إيه؟ يعني بعد الوقت على طول، ولا الأحسن اللي أنا أخرها شوية؟ لا، أنا أنصح بتقديمها.